جان اول شيء مبروك، ثاني شيء كلوز جيم كانت مع المتحد لاخر ثانيه، يعني كان في اوفر تايم. شو بتخبرنا عن الجيم وليش قد كانوا كثير قراب عليكم؟ اول شيء المتحد فريق كثير كبير، انا شفناه خسر العمشيط على فرق كثير كبير، ونرجع على بطوله حريري وصلوا فاينل، لعبوا طالعين كمان من ربح ورجع وايد سايد عاطيهم دفع كثير كبير. نحن التبليشه كانت عاطيه، يعني بلشنا داون باي 10 اول كوارتر، بعتقد من وقتها رجعنا شدينا الديفنس كثير، وايد سايد وكوري اثنيناتهم حاطين 15 15، بعتقد عملنا شغل كثير كبير عليهم. يعني وايد سايد عنده افريج 26 27 نقطه نزلناه، ويعني الديفنس ربحنا اليوم، حطوا 66 نقطه حاطين 30 يمكن اول كوارتر من شيء هيك. ف هذا الربح كان كثير مهم لنا، لانه هيدي الجيم بتأملنا الصداره. لو خسرنا لا سمح الله، لو خسرنا كان الفرق رح يصير كل الفرق خسرانه ماتشين وفرق النقاط، فهيدا أملنا الصداره وبعدنا عن الكل. وهلا عندنا جيم الشانفيل، يعني عندنا نهار نرتاح نحضر لماتش الشانفيل لننهي فيرست راوند متصدرين ان شاء الله، ونرجع. يعني تعرف البطوله سريعه ورا بعض، عندنا شويه اصابات، انا وسمعه يعني مثل ما لاحظت اليوم سمعه ما بلش الجيم، انا باول هاف كمان قعدت كثير برا لانه كان مش ضهري، فعنا اصابات شوي على عد كل الجيمات. هلا عم نجرب قد ما فينا الشغل، يعني بدك تكون سمارت تلاعب البنش، لانه عنا الفريق نحن سمارت، يعني عنا فريقان بفريق واحد، فهيدا كثير مهم لنا كمان نكمل البطوله. وان شاء الله بدع الجمهور الرياضي يجي نقلرات ان شاء الله الاحد يساعدنا كثير بماتش الشامبيون.